بمناسبة زيارة لاعب الكرة العالمي رونالدينيو لمصر للترويج للسياحة وعلاج فيروس، نستعرض معا أهم ما توصلت إليه مصر في مكافحة المرض والكشف المبكر لا شك أن برنامج القومي المصري لعلاج فيروس يعتبر من أنجح البرامج الصحية في مصر في السنوات الماضية، وتحول فيروس بعد ما كان مرض يفتك بأكباد المصريين إلى مرض علاجه سهل جدا ومتاح لجميع المرضى. نجاح البرنامج ده يتلخص في الآتي: 1- تخفيض سعر الدواء. احنا عندنا الكورس العلاجي لفيروس سي حاليا بيتكلف حوالي 1500 جنيه للمريض الواحد، مقارنة بحوالي 90,000 جنيه للمريض في الاتحاد الأوروبي أو في أمريكا. 2- العلاج متاح بالكامل على نفقة الدولة أو على نفقة التأمين الصحي، فأي مريض بيحتاج علاج بيلاقي علاجه على طول. 3- العلاج متاح لجميع فئات المرض. في الخارج في انجلترا على سبيل المثال بيعالجوا فقط المريض اللي عنده تلايف في الكبد، احنا في مصر بنعالج جميع فئات المرض. 4- ان احنا حققنا انتاج هايله بعلاج محلي بدون ما نلجا للاستيراد. طبقا للمسح اللي اتعمل في مصر في 2015 نسبه فيروس سي في مصر حوالي 7%، يعني بنتكلم ان في حوالي 5 الى 6 مليون مصري مصاب بفيروس سي. تم علاج منهم حوالي 1,100,000 مريض في اخر سنتين، وبالتالي لسه يتبقى لينا علاج حوالي 4 الى 5 مليون مريض مصري. المشكله في المرضى دول ان هم لا يعلموا اصابتهم بهذا المرض، وبالتالي ياتي دور المسح الشامل اللي هيتعمل حاليا هيكمل الفتره القادمه لاكتشاف المرضى.